ايه حكايه بقى الاغنيه اللي كان نسيها وكان عاملها لسمير غانم ولقاها او لقيتوها كده في وسط طبعا في مئات الشرايط، شوي 1000 اغنيه كتبها للاطفال. في وسط ما بيبص وقعد يسمع الداتات اللي عنده والحاجات، قال لي الحقي الاغنيه دي بصوت سمير، بصوت سمير، حتى هو بعتها يعني للدنيا متسجله في استوديو متغنيه. ف بيجربوا بيكتبوا حاجه كده تقريعه كده، وبعدين عملوا حاجه، فبالصدفه نازل سمير غانم من حاجه فقابلوه، طب ما تيجي تبص اسمع كده مش عارفه ايه، قال لهم الله حلو قوي تعالوا مش عارفه ايه، واتنست واتشالت يعني كلهم نسيوا سابوها يعني. وبعدين هو اكتشفها بعد ما سمير توفى. عندك التسجيل ده؟ عندي التسجيل ده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مسديلو السلام عليكم ورحمة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة مش عاوزين كلام.